في أعمال هذه الندوة الإعلامية المفتوحة مع الإخوة والأخوات الصحفيين المحليين والصحافة الوطنية كذلك. بادرة جديدة بإذن الله وبادرة خير إن شاء الله، كنعتبر إن شاء الله للفريق اتحاد طنجة. من أجل إنجاح هذا المشروع أبدأ بعدة تغييرات، لا في الناحية الإدارية ولا من الناحية التقنية ولا حيث اللاعبين. أول بنية اللي يكون قوي وهو اللي غيكون اللوكوموتيف اللي كتجر وراها هذا المشروع ديال اتحاد طنجة لكرة السلة. باقي حتى شي فريق ما عندنا، حنا غنكونوا إن شاء الله أول فريق اللي غيلاغيزي المدرسة ديالنا. لوغمونطاسيون دي ريسورس فينونسيير، هنايا الفريق في بحث خليهم معانا، والفريق طلق لا كومبان دي فونت ديال بلوس دو فيزيبيليتي في لي ريزو سوسيو. كاين لاكس الرابع والاخير اللي هو الكومينيكاسيون، نعطيو جوده اكثر للعمل ديالنا في هاد لي ريزو سوسيو. لقاءات في القريب العاجل ان شاء الله بخصوص هذا المخطط الاستراتيجي اللي حنا بصدد الانتهاء من الاعداد والانجاز ديالو في مراحله الاخيره التقني والكلام على الجانب التقني. سنعطي الكلام الى الاختصاص هو سبب هذا اللقاء هو أول حاجة تقديم مشروع فريق اتحاد طنجة لكرة السلة للرأي العام عن طريق طبيعة الحال عن طريق الصحافة. قمنا بتقديم مشروع الفريق نهاية السنة وثلاث سنوات مقبلة، وإن شاء الله المدى البعيد. كذلك قمنا بتقديم الطاقم التقني للفريق واللاعبين وكذلك المكتب الجديد ديال الفريق. كانت هناك نقاشات مع الصحفيين على معظم الاسئله اللي كتتعلق بالفريق. كنظن ان شاء الله هذه السنه هذه حنا قمنا بانتدابات اللي هي كيستحقها المدينه وكيستحقها الجمهور الكبير اللي عند الفريق، وكنتظروا ان شاء الله ان هذه السنه يكون فريق اتحاد طنجه يعني يحقق فيها الالقاب. الفارق حنايا يعني استطعنا اننا نحصلوا على يعني جل اللاعبين المغاربه اللي هما يعني كل الفرق كتمنى كانت تعاقد معهم. الحمد لله استطعنا حنايا المشروع اللي قدمنا اننا نوقع معهم، وكنطلبوا من هذا المنبر بان الجمهور كيبقى واحد مساند رئيسي للفريق، سيساند الفريق ديال الخوصه في المقابلات في مدينه طنجه. المتجر هذا صراحه كان تطرح السنه الماضيه، وحنا اجلنا هذه السنه هذه بالالبسه الجديده اللي شفتوا الفريق، وهذا كنظن ان يعني حتى بزاف ديال المحبين للفريق كانوا السنه الماضيه كيطلبونا بهذا يعني الالبسه وهذا، والمكتب ارتقى بانه هذه السنه خصنا نكون متجر، وكنظن في مده ديال الشهر غيكون افتتاح ديالو ان شاء الله. القاعه ولا شي محل؟ لا خارج القاعه، لا فضاء المدينه، بحال محل تجاري. اللاعب الاجنبي في البدايه ركز على الانتدابات المحليه، لان عرفنا ان اللاعب المحلي في هذه الفتره هذه شويه. اتمنى اننا استطعنا نوظف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.